بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في الحقيقة لازم نحن هذا وهي واشنطن ميارتنا نعادل شكر خاص ونشكره هذا الشباب اللي يجوا ما شاء الله دائما ما تندع المظاهرة ما جاوا بأعداد اللي نخرصوا احنا روسنا هنا في هاي المنطقة الثانيين لاقوا طعمة هذه الحرية وهذا التداول السلمي اللي كانوا راجين عنه قد تم مستمر لهم شوي وانهم ما هم راضيين ولا هم قابلين عنهم يرجعوا لذاك مربع اللي كان فيه كبت الحريات وكانت فيه الدكتاتورية تمارس وكان فيه الفرد يتسلط على المجموعة. المهم وهذه المناسبة بالحقيقة نأكدوا على ان هذه مصائر الشعوب اللي يجوها الانقلابات باسم التصحيح وباسم تصحيح الوضعيات ويحاولوا عنهم يتغلبوا ليها وينقضوا مواثيقها السياسية والانتخابية اللي قوت باسم الدمو باسم التصحيح عنها ما مرفوضة وعن الشعب الموريتاني عنه بلغ درجة من الوعي انه ما تقابل يرجع ذاك المربع. وهون نختاروا نأكدوا لهذو الإخوة كذلك هذو المواطنين الموريتانيين والله هاي النخبة السياسية ميارة تعود اللي يجبرها واللي يجبر حد منها واللي دائما جاهز عندهم عنهم يقترحوا على الناس يقول لك ميالة تلقاش تنازل باسم الوطنية ميالتهم يعرفوا ما اللي هم عنهم اللي عاد كان عندهم مشروع واللي عاد كان عندهم برنامج عن الشعب الموريتاني رفضوا وعن المجتمع الدولي رفضوا وعن ميالتهم يتسموا بنعم الوطنية ويجنبوا وطنهم مزيد من الأزمات وأنهم يتنازلوا للشرعية ويتنازلوا لخيار الشعب الموريتاني. وما نطول ما شاء الله في الإخوة هون شاكرينكم مرة ثانية وراجين إن شاء الله عن التظاهرات القادمة تعود أكثر تنسيق وتعود أكبر عدد حضور وشكرا. السلام عليكم.